في قلب أنثى عبرية للدكتورة خولة حمدي، رواية بطعم آخر تحمل في طياتها الكثير من آلامنا وآمالنا، نحن الذين سلبت أراضينا هنا وهناك، ومعها تشوهت أحلامنا وقلوبنا، فكثرت هواجسنا ومخاوفنا. منذ البداية تستفزك الحكاية لسبر أغوارها ومعرفة من هذا الجريء الذي أحب الفتاة العبرية، ومن هي هذه الفتاة، وما القصة. تطرح الرواية عددا من القضايا ترتبط بالدين والحب والإيمان والمقاومة والصداقة، فهل هي الخيبة مما يجري والشعور بالضعف هو الذي ولد الرغبة لدى الروائية للثورة لتهب من قلمها رياح التغيير ولو على أرض روايتها، فنعيش معها نشوة الانتصار في الحب والمقاومة والحياة. إنها ندى بنت من أصول تونسية من أب مسلم وأم يهودية، اختلافها مع من حولها تولد من اهتماماتها الإنسانية ورغبتها في البحث والتقصي والتوقي إلى الوصول إلى قرار الحقيقة. يلقي بها القدر في طريق أحمد وحسان، شابان مسلمان ناشطان في المقاومة جنوب لبنان. هنا بيت القصيد، وللقصيد أكثر من بيت، ومع كل بيت أشخاص وحكايات وألم تتوحد كلها حول الرغبة في التغيير، تغيير من حولنا ليصبحوا مثلنا، وتغيير أنفسنا لنصبح كما نحلم، وتغيير واقعنا لتتحرر الأرض ومعها نتحرر نحن من قيود كثيرة. تقدم الكاتبة من خلال تنقل شخوصها بين هنا وهناك صورة عن الإسلام في الغرب والعلاقة بين المسلمين واليهود العرب، ونقاط ضعف كثيرة لو تداركناها لعجلنا بالخير والفرح. رسائل عديدة تبعث بها، أهمها أن الجميع يمكن أن يتعايش بسلام، فلا تنافر بين الأديان، ولكن المشكل الحقيقي في مدى قدرتنا على احترام بعضنا البعض وتقبل الآخر بكل قناعاته ورموزه وممارساته. أمام زجر أمها وتعصبها وتعقد الحياة حولها، ازدادت حاجة ندى للبحث عن نفسها والقرار الذي يمكن أن تطمئن إليه. تسلسلت الأحداث ليزداد التشويق والأمل مع كل ألم ووجع، فمن أزمة إلى أخرى، وبمجرد أن تنحل عقدة حتى تتعقد أخرى، لكنها عازمة على التغيير. فها هي تنادي ربها في جوف الليل متضرعة: يا رب، أعلم أن هذا امتحانك لصبري وثباتي، لكنني أسألك ألا تطفئ كل الشموع في وجهي. يا الله، اترك لي بصيص أمل أعيش به باقي أيامي، فإنني قد وهنت. فأي قرار أخذته ندى، وكيف سيؤثر على بقية أحداث الرواية؟ في قلب أنثى عبرية أكثر من رواية، فيها الصديق وفي لصديقه، والحبيبة مخلصة صابرة لم تتخلى عن يقينها بموعد اللقاء. هي فسحة أمل فيها الكثير من الخير والجمال. اقرأوها.